مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط. تحت شعار يجب أن تستمر الحياة. أمير، في البداية يعني واجه المهرجان السنة دي مجموعة من الصعوبات الكبيرة جدا، ورغم ذلك كنت مش نقدر نقول قد التحدي، وقفت متحديا كل الظروف والحظر ان انت تعمل المهرجان السنة دي. كلمنا عن الصعوبات دي. لا يعني هو طبعا يعني المهرجان جزء من الوطن، واحنا جزء من مما يحدث يعني، فكانت ظروف يعني هي عادية بالنسبة اللي بيحصل في البلد. ربما تكون معوقات، ربما تكون بعضها بيمنع او بعضها بيعمل مشاكل ويخليك ما تعملش مهرجانك، او في تجارب اخرى ما تعملتش، لانه التصميم والتحدي والرغبه في ان احنا نبعت رساله للدنيا كلها ونقول لهم ان مصر بخير وبامان، وان المهرجان لازم يتعمل ايا كانت الظروف، لسبب بسيط جدا انه مصر حضرت 7000 سنه. مش ممكن اي فصيل مهما كان قوته، مهما كان وجوده في الشارع، ده لو كان موجود يعني، انه ينحرف بها او ينجرف بها عن طريق الحضاره اللي مشيت فيه 7000 سنه. انت قابلت مجموعه من التحديات الكبيره، من ضمنها ان انت يعني كنت عاوز تخلي المهرجان السنه دي ليه طابع خاص وطفره خاصه، فكلمنا عن التطورات اللي حضرتك هتضيفها في المهرجان والبرامج الجديده الموجوده في المهرجان السنه دي. يعني انا بشكرك، بس هو يعني بلاش انت، لانه فعلا احنا مجلس اداره متكامل، احنا عددنا 12 عضو، يعني ال 12 كل واحد له دور وله اسهامه وله وجوده ومحقق ذاته في عمله، وبالتالي لما نجتمع مع بعض برؤيه جديده وشكل مختلف لازم نعمل حاجه جديده، ولازم المهرجان يكون اضافه. الحقيقه السنه دي المهرجان بيختلف فعلا عن الدورات السابقه في اشياء كتيره جدا. اول حاجه ان احنا المهرجان زمان كان سكندري الهوى بتعمله جمعيه كتاب ونقاد السينما في اسكندريه، السنه دي المهرجان اسكندريه بتعمله، وده الفرق. المهرجان السنه دي سكندري الهوى والهويه، بمعنى ان انا عندي يعني شكلنا مجلس امناء من كبار مثقفي الاسكندريه برئاسه الدكتور محمد زكريا عنان رئيس اتحاد كتاب الاسكندريه، وبيضم في عضوته نخبه المثقفين، الدكتور محمد خليل رفيق رئيس اتيليه الاسكندريه، المايسترو شريف محي الدين، الدكتور رجب سعد السيد، الدكتور يوسف زيدان، الفنان عصمت الدوستاشي، اسماء كلها مهمه، اسماء كلها كبيره، اسماء كلها تشرف المهرجان. ده بدايه. اللي رسم الافيش بتاع المهرجان الفنان عصمت الدوستاشي، وهو رسم لوحه تشكيليه، واللوحة خدناها وعملناها فيش. معانا 45 فنان تشكيلي سكندري مهمين جدا، فيهم ناس حاصلين على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، مشاركين معانا في معرض يقام على هامش اسمه سكندريات، يقام على هامش المهرجان لأول مرة. فبالتالي أنا عايز أقولك أن اسكندرية موجودة في أكتر من مجال وفي أكتر من حاجة، واسكندرية هي اللي بتعمل مهرجان حقيقة تانية. يعني معانا مدير المهرجان في الاسكندريه الناقد سامي حلمي، معانا الناقد ابراهيم الدسوقي من الاسكندريه ايضا بمشرف على مسابقه الافلام القصيره، مدير المهرجان استاذ اسامه عبد الفتاح رزق ايضا سكندري. عايز اقول لك انه فعلا اسكندريه موجوده في كل حاجه، بالاضافه ان احنا لاول مره من سنوات بعيده بنرجع لشط اسكندريه والمهرجان كله على شط اسكندريه. بالظبط. يعني انت احنا كل سنه بنعمل المهرجان في هيلتون دريم جرين بلازا، السنه دي اول مره من سنين طويله جدا ان احنا نتنقل لشط اسكندريه ونرجع تاني لقلب اسكندريه عشان يقام المهرجان. انا عايز اقول لك حاجه اهم كمان، ان الحفل الافتتاح والختام بيقام على شط اسكندريه اوبن اير بقى، يعني انت الخلفيه بتاعتك بحر اسكندريه. في الأوبرا زي السنة دي؟ لا 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 لا، مش يعني زي ما بقول لك، يعني كل حاجة السنة دي جديدة وكل سنة يعني كل حاجة مختلفة. المهرجان طول عمره بيبقى فيه 40 فيلم مثلا، 50 يعني من 40 ل 50 فيلم. السنة دي المهرجان فيه 120 فيلم. المهرجان كل سنة فيه مسابقتين، السنة دي أربع مسابقات. عندنا مسابقة البحر المتوسط، عندنا مسابقة للفيلم العربي القصير، عندنا مسابقة الفيلم المصري القصير، عندنا مسابقة للفيلم الروائي المصري. أربع مسابقات بأربع لجان تحكيم، 20 عضو لجنة تحكيم في المهرجان. بانورامات ده غير البرامج الخاصة. يعني عندك السنة دي إيطاليا ضيف شرف المهرجان، فأنت عندك البانوراما للسينما الإيطالية، وعندك نظرة المغرب ضيف شرف المهرجان، عندك نظرة على السينما المغربية، عندك كلاسيكيات المهرجان في الألفية الثالثة، عندك الحقيقة يعني زي ما أقولك يعني نشاط كبير وأعداد البانورامات والحاجات، بالإضافة للعروض في مركز الإبداع وفي المركز الفرنسي وفي المركز التركي والعروض اللي في الاوتيل.
عندك عروض في اماكن كتيره جدا، وعندك في مركز الابداع زي ما قلت لحضرتك. يعني اقصد اقول لك ان المهرجان منتشر في كل اسكندريه وعلى شط اسكندريه. سؤال مهم جدا يا فندم، هيتم تامين المهرجان وضيوف المهرجان ازاي بالتعاون مع المحافظ والجيش؟ يعني ده السؤال ده يوجه للامن ما يتوجه ليش انا. لا يعني لا لا لا، هو السيد طارق المهدي محافظ الاسكندريه الحقيقه بيدعم المهرجان بشكل غير عادي، وعايز اقول انه لولا وجوده في الاسكندريه السنه دي ما كانش في مهرجان رغم كل الجهود اللي بذلناها في الفتره اللي فاتت، الا انه هذا الرجل اراد ان يعني ان يرسل معنا الرساله الى العالم كله بان مصر بخير وبامان، وانه حضاره 7000 سنه مش ممكن هتتراجع قدام اي ضغوط تانية. استاذ امير، كلمنا عن التكريمات اللي هيتم تكريمها في المهرجان والفنانين المشاركين السنه دي. الحقيقه يعني عايز اقول لك انه السنه دي ان شاء الله هيبقى معانا حشد من نجوم السينما المصريه موجودين، كل الناس موجوده، كل الناس حابه تشارك، كل الناس عايزه توجه رساله للعالم كله بان مصر بتعيش في امن وامان. السيد المحافظ ايضا من فكره ان هو نعمل الافتتاح والختام في الهواء الطلق على شط اسكندريه، ده بيؤكد رساله، بيبعت رساله للدنيا كلها احنا موجودين في الشارع، ما فيش مشكلة، الفنانين كلهم موجودين في الشارع، ضيوفنا ما حدش اعتذر. يعني عايز أقولك معنا أسماء كبيرة جدا موجودة من فرنسا، المخرج الكبير فيليب فيكون جاي عشان يقول يبعت رسالة، في مخرج ريس ملك ده مخرج تركي جاي أيضا عشان يبعت رسالة لأردوغان ويقول له أن مصر شعب قام بثورة مش انقلاب عسكري زي ما هو بيقول. التكريمات عندنا السنة دي تكريمات، أولا المهرجان تحت شعار نحو عالم أكثر حرية، وده بيؤكد ارتباط الفن بالسياسة من خلال المهرجان، وعشان كده التكريمات مرتبطة أيضا بهذا الجانب، بمعنى أنه معنا السيناريست والكاتب السينمائي الكبير أستاذ وحيد حامد. أستاذ وحيد حامد كل أفلامه مرتبطة بالسياسة وملمسها معاها، وله موقف رائع من النظام السابق، من نظام الإخوان بالتحديد. أيضا الفنانة إلهام شاهين حربت معركة بالنيابة عن كل الفنانين في مصر وأنصفها القضاء المصري. معنا أيضا الأستاذ محمود حميدة اللي رفض قبل كده التكريم في أي مهرجان مصري وأول مرة يكرم في مصر. أيضا الفنان الكبير محمد خان، ده بالنسبة للفنانين المصريين المكرمين. معنا زي ما قلت لك ماركو أونراتو، ده مدير تصوير إيطالي. معنا أيضا فيليب فوكون من فرنسا وهيتم تكريمه في حفل الختام. معنا من الدول العربية ثلاثة من كبار الفنانين، محمد بكري الفنان الفلسطيني الذي أقول نقل القضية الفلسطينية وعرضها على العالم من خلال السينما العالمية، من خلال فيلم حنكي، من خلال أفلامه في إيطاليا. الراجل عمل مجموعة أفلام رائعة وقدر يثبت، بالإضافة لأفلامه اللي اتعملت من فلسطين وآخرها عيد ميلاد ليلى مثلا. معنا أيضا المخرج التونسي الكبير نوري بوزيد، أيضا مخرج من المخرجين المهمين في الوطن العربي وله إنجازات رائعة. عندنا ايضا بنكرم ايضا الفنان المغربي محمد مفتاح الممثل والمخرج، والحقيقه محمد مفتاح برضو علامه من علامات السينما المغربيه. فعايز اقول لك انه لا يعني عندنا تكريمات رائعه وبنفخر بيها وبنزهو بيها وبنرفع راسنا لفوق ونقول احنا مهرجان مهم. يعني بالنسبه للفنانين الشباب هيكون في مساهمات كتير من الفنانين الشباب او الضيوف؟ عايز اقول لك ان كل الاجيال موجوده معانا. معانا الاستاذ نور الشريف، معانا سمية الخشاب، معانا يسرى، معانا حسن الرداد. اقصد اقول لك انه يعني الاسماء متباينه. معانا في لجنه التحكيم الاستاذ محمود قبيل. يعني معانا اسماء كبيره واسماء محترمه واسماء رائعه واسماء مشرفه، هي دي القوه الناعمه الحقيقيه لمصر، وهم دول الفنانين اللي بنفخر وبنزهو بيهم على كل المستويات. كل فنانين مصر معانا. في البداية يا فندم عاوزين نعرف ايه خطة المهرجان السنة دي والتطورات عن السنين اللي فاتت، وايه الصعوبات اللي واجهتكم في تأجيل المهرجان وإعادة ظهوره مرة تانية؟ لا، هو مش تأجيل المهرجان وإعادة ظهوره مرة تانية. احنا كنا اتفقنا ان هو المهرجان دايما يقام في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، كان أعدادنا العدة للانطلاق في هذا اليوم، لكن بسبب الأحداث اللي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة وحظر التجوال اللي كان موجود، فما كانش ينفع أن أنت تعمل مهرجان في أثناء حظر التجوال. فذهبنا للمحافظ الإسكندرية اللي هو طارق مهدي، والراجل حقيقة كان متفهما للوضع وكان داعما بشكل كبير جدا، وزود اصرارنا ان احنا تخرج الدوره الى النور.
كان هناك مجموعة من الإحباطات اللي كانت اللي كنا بنشاهدها، إن كان الجميع بينادوا بإلغاء هذه الدورة، الجميع كان بينادي ألا تقام دورات لأي مهرجان أو أي فعاليات فنية داخل مصر، فكان ده بيزودنا إصرار إن إحنا لابد أن نكمل مشوارنا ونكمل عملنا، لأن دي بتعتبر رسالة بتوجهها للعالم ككل إن مصر ما زالت واحة للأمن والأمان، إن مصر ما زالت مستقرة، ونكذب في نفس الوقت بعض الادعاءات الكاذبة من بعض القنوات أو القناة الخاصة اللي كلنا عارفينها، اللي هي كانت بتبث إن مصر فيها قلائل، إن مصر فيها ذعر، إن مصر ما فيهاش استقرار. فده أزدنا إصرار إن إحنا نعمل على انطلاق المهرجان. فكان نهاية حظر التجوال كان هيكون في يوم 14، فاتفقنا ان احنا نقيم المهرجان في يوم 9 اكتوبر حتى 14 اكتوبر، ان هو هيكون حفل الختام يوم 13 اكتوبر. واقمنا مؤتمر صحفي في مدينة الاسكندرية بحضور اللواء طارق المهدي، واعلنا جميع التفاصيل فيه والتوصيات اللي انتوا اعلنتوا، وكمان كانت فرصة او مناسبة ان احنا مع انطلاق المهرجان في اكتوبر ان احنا نقوم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 40 سنة على حرب اكتوبر او نصر اكتوبر المجيد، وان قدر جنودنا ان هم يحفروا باسماء او بحروف من ذهب هذا الانتصار، واللي غير مفاهيم العالم ككل ونظرته للجند المصري. هل هيكون في افلام على هامش المهرجان خاصة بحرب اكتوبر؟ هناك 14 فيلم سيتم عرضهم في هذه الاحتفالية، منهم ظل الشهيد، السادات بطل الحرب والسلام، فيلم عن نصر أكتوبر، فيلم الفريق سعد الدين الشاذلي، وهناك مجموعة من الأفلام الأخرى لا تسعفني الذاكرة لذكرها. وسوف نعرض فيلم عن دعم القوات المسلحة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو. بالنسبة لبقية الأقسام الثانية للمهرجان، في أقسام إيه المهرجان السنة دي؟ لأول مرة هذا العام بنشهد أكثر من مسابقة. هو معروف أن مهرجان اسكندرية السينمائي في مسابقة دول البحر الأبيض المتوسط، دي المسابقة الرسمية الخاصة به، وكان تم انساق يعني تم انبثاق مسابقه اخرى اسمها مسابقه الافلام المصريه الديجيتال اللي هي القصيره. السنه دي في فعاليه جديده احنا اطلقناها اللي هي المسابقه العربيه للافلام القصيره والروائيه، وفي مسابقه بانوراما السينما المصريه سيعاد انطلاقها مره اخرى بعد توقف دام 6 سنوات او اكثر. أعتقد أن كل هذه وهناك فعاليات أخرى كثيرة، نظرة ما على السينما المغربية، أن إيطاليا والمغرب ضيفي شرف المهرجان هذا العام. أستاذ أدري، كنت أنتوا أعلنتوا كانت المهرجان أعلنت أنه مش هيكون في احتفالات زي الاحتفالات كل السنين بسبب الحظر وبسبب الأحوال الأمنية في مصر، هل هيكون في احتفالات بعد مرور فترة كبيرة على الحظر، ولا لسه برضو مصممين على نفس الاتجاه؟ لا، هو احنا قررنا ان احنا نلغي الاحتفال الغنائي اللي كان هيكون موجود في حفل الافتتاح بسبب سقوط العديد من الشهداء في مصر وحالة الحزن اللي كانت في كل بيت مصري، فقررنا ان احنا نلغي الحفل اللي هو الغنائي او الافتتاحي في حفل الافتتاح ده، كان في شهر سبتمبر. لكن لما الوقت اتأخر لشهر 9 قررنا كإدارة مجلس إدارة في جمعية كتاب ونقاد السينما ان احنا نقيم على هامش المهرجان مجموعة من الحفلات، لان بيبقى ليها دلائل كثيرة. انت لما بتعمل حفل غنائي بيحضروا الـ نقول آلاف من عشاق النجم او النجمة اللي انت هتجيبهم يغنوا في هذه الحفلة، فده برضو بيدي دعم للاستقرار، بيدي رسالة للخارج ان مصر بخير. فقلنا ان احنا ممكن نعمل حفل او حفلين على هامش مهرجان اسكندريه السينمائي. شكرا جدا. شكرا لحضرتك يا فندم.